السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الفيديو رقم 1 من كورس الـ AZ500 Microsoft Azure Security Technology. النهاردة إن شاء الله هنتناول مع بعض المحتوى الخاص بالموديول اللي هنشتغل فيه، وهو الموديول الأول. وطبعا إحنا بنؤكد على إن الكورس هينقسم لأربع أجزاء، وده الجزء الأول. لو استعرضنا مع بعض محتويات الكورس أو محتويات الجزء ده، لأنه الموديول واحد هو تقريبا مقسم زي ما احنا شايفين لست مستويات او ست سيكشن. اول قسم معايا هو الاجر اكتف دايركتوري، بعد كده هناخد الايدنتيتي الخاصه بالاكتف دايركتوري وازاي اني احميها اصلا. هنعرف يعني ايه ايدنتيتي اصلا، وهنستكشف مع بعض الادوات المتاحه ليا انا كسكيورتي انجينير علشان ابدا احقق بيها مستويات الامان المطلوبه مني فيما يتعلق بالهويات. هناخد مع بعض مصطلح الجوفرنس، وتحديدا الانتربرايز جوفرنس، مصطلح اللي يقابله في المعنى العربي الحوكمه. الحوكمه بتتم ازاي؟ ايه هي اصلا؟ وبتتم ازاي سحابيا؟ وبتتم ازاي من وجهه نظر مايكروسوفت اشر؟ بعد كده هناخد امتيازات الوصول اللي هي البريفليج ايدنتيتي مانجمنت. هنشوف او هنكتشف مع بعض ان في امتيازات بتمنح لبعض الفئات الخاصة بالأجر أكتف دايركتوري، وتحديدا بعض الفئات الخاصة باليوزر اللي مبني جوه الأكتف دايركتوري علشان يعني ياخد مستوى تحكم أعلى. وليه بنتطرق للحاجات دي؟ هناخد بعد كده الهايبريد ايدنتيتي او الهويات المختلطه، سواء بقى اللي جياني من الاجر اكتف دايركتوري اون كلاود، او اللي جياني من الاون بريم، او حتى اللي جياني من اي مزود هويات غير الاكتف دايركتوري او غير مايكروسوفت. طيب بعد كده هنعمل لابات بايدينا ونشتغل ان شاء الله براكتيكال كتير بعد ما نغطي الجزء النظري. خلونا نبدا مع بعض في اول ليسن، واللي بعنوان الاجر اكتف دايركتوري. هناخد ايه في الاجر اكتف دايركتوري؟ مبدئيا حضرتك كسكيورتي انجينير لازم تكون متاكد وفاهم انه انت مش هتدخل تعمل اكتف دايركتوري بايدك، لان ده مش شغلك، هو شغل الاجر ادمنستريتور او البورتال ادمنستريتور. لكن حضرتك مطلوب منك اشياء تتعلق بالاكتف دايركتوري. خلينا نشوف ايه هي الاشياء ديت، او يتوجب عليك معرفة ايه اصلا علشان تدخل بعد كده تشوف شغلك او تتابع عملك بصورة او كما ينبغي. حضرتك هتاخد الفيتشر، وهتاخد الفرق بين الاكتف دايركتري العادي والاكتف دايركتري دومين سيرفيس، هتاخد الرول، هناخدها باستفاضة شديدة جدا، وهناخد الدومين سيرفيس، وهناخد اليوزر لاني هدخل هأمنه اصلا، وبعد كده هناخد الجروب لاني برضو هو تحت مسؤوليتي تأمينها، تأمين المجموعات ده هيقع تحت مسؤوليتي انا ك سكيورتي انجينير. هناخد ال MFA او المالتي فاكتور اثنتيكيشن كونسبت، هنعمله بايدينا ونشتغل باكتر من لاب براكتيكال يعني. بعد كده هناخد السيتنج الخاصه بالمالتي فاكتور اثنتيكيشن. طيب لو بدأنا وقلنا الاجر اكتف دايركتوري، ايه هو الاجر اكتف دايركتوري؟ باختصار شديد جدا يا شباب، الاجر اكتف دايركتوري بيشترك مع الاون بريم اكتف دايركتوري فقط في المسمى. يعني ما تتوقعش ان هو نفس، علشان اسمه اكتف دايركتوري فهو نفس الاكتف دايركتوري اللي احنا كنا بنشتغل عليه في الاون بريم. هنا في الرسمه ديت هو يعني مايكروسوفت بتحاول تلفت نظرك لمميزات الاكتف دايركتوري الخاصه بالاجر، واللي من اهمها على الاطلاق هي مبدا الاس اس او مصطلح السنجل ساين اون. علشان كنا نعمل المصطلح ده ونصل باليوزر ان هو يدخل على كل الخدمات بيوزر نيم وباسورد واحد، تحديدا احنا كنا بننزل اكتر من تولز اللي كان من اشهرها الفيدريشن سيرفيس مثلا، وكنا بنعاني لان كان فيها كومبريشن كتير، وكان فيها تحتاج خبره شديده او يعني مستوى من الخبره علشان تقدر تشتغل عليها، وتقريبا برضو ما كانش بتديك الفيتشر المطلوبه بنسبه 100%. هنا في الاجر اكتف دايركتوري هو بيتيح لك اصلا، هو مبني على الاس اس او، اوكي، بيوفر لك دخول موحد لكل السيرفيس، لكل الابلكيشن، لكل الوجهات اللي انت كيوزر او معاك يوزر نيم وباسورد واحده تقدر توصل ليها. اشهر مثال على كده
هي مثلا خلينا نقول خدمات جوجل. انا لما بدخل جوجل بقدر ادخل يوتيوب بنفس اليوزر نيم والباسورد، بقدر اوصل للدرايف، بقدر اوصل للجوجل ميتنج، بقدر اوصل للسيرش، كل ما يندرج تحت دومين اسمه جوجل انا بقدر اوصل له بيوزر نيم وباسورد واحد. هنا بيقول لك انت لو جايني من الاون بريمسس عندك هتقدر برضو تحقق نفس المميزات، ولكن باستخدام تول كده اسمها الاجر دايركتري كونكت، واللي من خلالها هتقدر تفعل او هتقدر يعني تستفيد من الدخول الموحد، وهتقدر كمان توصل لكل الابليكيشن والسيرفيسز من خلال اي ديفايس باي اوبريتنج سيستم، يعني سواء ويندوز، لينكس، ماكنتوش، اندرويد، داخل من لابتوب، داخل من تابلت، داخل من بي سي عادي، داخل من اي مكان، داخل من اي جهاز، داخل من اي بروتين سيستم، حضرتك مش هتشيل اي هم للكلام ده، لان انا بدعم اوريدي المنصات والمختلفة والنظم التشغيل المتداخلة والمختلفة والمتشابهة. طيب ده كان باختصار شديد جدا ايه هي الفيتشر او ايه هو الاكتيف دايركتري المبني على اجر. طيب لو قلنا كمان انه الفرق بين الاجر اكتيف دايركتري والاكتيف دايركتري الاون بريم العادي، زي ما قلنا ان هو في الاون بريم كنا بنتعامل مع ال تي ال ام والكيربروس واللي داب كبروتوكولات تحقق، لكن هنا الموضوع في الاجر اكتيف دايركتري بيتعامل مع الاوبن اي دي، مع السمل، مع ال WS Federation اللي هي زي ما قلنا بيطلق عليها المودرن اوثنتيكيشن بروتوكول. علشان حضرتك توصل من الامبريم عندك وتروح مثلا لحسابك في الاوفيس 365 في الاجور ريسورس، ايا كانت بقى كومبيوت ولا شيرنج ولا كوبرنيت او كونتينر، لازم هتدخل من خلال او هيتحقق من هويتك باستخدام البروتوكول سيديات، واللي مش معترف بيها اصلا في الاكت دايركتري العادي. فبالتالي هنا هو عامل لك مقارنه بسيطه جدا على الاكت دايركتري الخاص باجر واكت دايركتري الاون بريم او الكلاسيك اكت دايركتري بيسموه. هنا الاجر اكت دايركتري هو بينكلود جواه او بيعتمد في الديزاين بتاعه الانفراستراكشر بتاعته على زي ما احنا قلنا المودرن اوثنتيكيشن بروتوكول. الاستراكشر عباره عن تننت. تننت يعني ايه يا شباب؟ تننت يعني هي مساحه كده مخصصه ليك، يعني ممنوحه ليك من مايكروسوفت علشان تبني عليها الانفراستراكشر الخاصه بالاكتيف دايركتري من يوزر او جروب او ابلكيشن او ديفايس، هي هنا بتسميها لك تننت. تمام؟ بينما الاستراكشر اللي احنا كنا شغالين عليها او البنيه التحتيه اللي احنا كنا شغالين عليها في الكلاسيك اكتيف دايركتري هي كانت عباره عن دومينز وفورست اورجنايزيشن يونت واشياء كده. تمام؟ وطبعا في البيرنت دومين والشايلد دومين والحاجات اللي احنا يعني اعتقد ان احنا كلنا عارفينها، لانه احنا جايين اصلا اوريدي من المفترض ان احنا كنا شغالين اون بريم وجايين اصلا يعني عندنا حد او مستوى من الفهم يؤهلنا ان احنا ندخل الكورس ده. بعد كده بيقول لك هنا ان انت هتستخدم يعني الاجر ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في الابلكيشن المبنيه على الويب بيست او الانترنت بيست. تمام؟ زي الاوفيس 365، زي الاجر سيرفيسز، زي الثيرد بارتي الساس ابلكيشن، يعني هنا بالساس اللي هي سوفت وير از سيرفيس، اي سيرفيس مبني على الكلاود هو باي ديفولت ساس. بينما الكلاسيك اكتيف دايركتري واللي بيستخدم البروتوكولات القديمه بقى خلاص راحت عليها، هو هنا فقط بيقدم لك خدمه تحقق اوثنتيكيشن واوثرايزيشن. انت مين؟ تقدر تعمل ايه؟ خلاص؟ يعني بيتحقق من هويتك وبعد كده يديك صلاحيات على الاون بريم فقط. يعني تدير بقى برينتر ابلكيشن، فايل شيرنج، سيرفيس وحاجات كده، ولكن فين؟ في نطاق محدود جدا اللي هو الكلاسيك داتا سنتر بتاعتك او الاون بريم بتاعتك، مش هتقدر تطلع براها. ده عكس الديزاين الخاص بالاجر اكتيف دايركتري تماما. طيب لو رحنا كده استعرضنا بعض الرول بشكل سريع لان احنا هناخدها باستفاضه شديده جدا في الكورس ده.
قال لي والله انا كمايكروسوفت موفره لك بعض الرول اللي حضرتك كسيكيورتي انجينير هتستخدمها وتشتغل عليها. الرول ديت هي عباره عن ايه؟ عباره عن بيلتين رول، يعني رول مبنيه لك جاهزه كده، مش هتتعب في بنائها انت ولا هتعمل لها كاستمايز لان هي موجوده اوريدي ليك. اشهرها الرول اللي هي موجوده دلوقتي قدامنا، جلوبال ادمنستريتور، سكيورتي ادمنستريتور، والدايركتري ريدر، والجلوبال ريدر. وكل رول هو شرحها لك في الديسكريبشن الخاصه بيها، احنا مش عاوزين نطول في الكلام ده لان احنا هناخده بعد كده بشكل مفصل جدا. لكن خلينا بقى نروح نقول لو احنا مهامنا المهام الخاصه بيا انا كسكيورتي انجينير ايه هي؟ انا كده عرفت انه هتعامل مع الاكتف دايركتري فيما يتعلق بالهويات. طيب هأمن ايه؟ علشان تجاوب او علشان نجاوب مع بعض ان انت ك سكيورتي انجينير هتأمن الايدنتيتي او الاي دي، وهتأمن الاكونت، ومطلوب منك كمان تأمن السبسكريبشن. طيب ايه الاي دي اصلا؟ الايدنتيتي ايه هي؟ باختصار شديد جدا الايدنتيتي هي الاوبجكت اللي يمكن التحقق منه، الاوبجكت الكائن اللي يمكن التحقق منه. الكائن ده ممكن يكون يوزر، ممكن يكون ديفايس، ممكن يكون سيرفيس، ممكن يكون لينك، ممكن يكون صور، فاي شيء حضرتك ممكن تتحقق منه هو في النهاية اسمه ايدنتي، هوية. طيب الاكونت معروف اللي هو اليوزر بقى. قال لي علشان حضرتك تدخل تأمن يوزر لازم تكون فاهم ان اليوزر ده هيجي لك من 3 اماكن رئيسية، ما فيهاش رابع او ملهاش رابع. اول مكان هيجي لك منه الاكونت ده هو الاجر اكتر دايركتري، او ممكن يجي لك من الاون بريم اكتيف دايركتوري، او ممكن يجي لك بقى من جيست از جيست. الاجر اكتيف دايركتوري يوزر هو اليوزر اللي تم انشاؤه من خلال اجر اكتيف دايركتوري، خلاص. الاون بريم يوزر هو اليوزر اللي طالع ليك من الكلاسيك اكتيف دايركتوري، انت خدته كده من ايده طلعته كلاود، مش انت كسكيورتي انجينير، لا يعني هو متاخد كده من الاون بريم رايح على الاجر. بينما الجيست بقى هو جاي لك من حته تانية خالص، ممكن يكون جاي لك مثلا من جيميل، جاي لك من هوت ميل، جاي لك من سين، من صاد، من اي مكان تاني، ولكن هو برضو جاي لك بالداتا بتاعته علشان حضرتك تتحكم، او عفوا علشان حضرتك تتحقق منه. يعني ايه جاي لك بالداتا بتاعه؟ يعني والله اكونت اسمه يوزر 1، تمام، فبيقول لك لو سمحت انا عايز اكسس الريسورس عندك، فانت بتقول له انت مين؟ فبيقول لك انا اليوزر اللي اسمه يوزر 1. طيب اتحقق منك ازاي يوزر 1؟ فبيقول لك والله انا معايا اصلا بياناتي، معايا يوزر نيم اهو، وادي الباسورد بتاعتي. انت بتاخد بياناته ديت بتتحقق منها، اليوزر نيم عندك اه، طب الباسورد صح؟ ايوه. طب الراجل دي ليه صلاحيات دخول اصلا؟ والله ليه، طيب دخله، او ملهوش خلاص امنعه. فبالتالي الاكونت يختلف عن الايدنتيتي في كونه ان هو، لان الاكونت اوبجكت والاي دي اوبجكت برضه، في كونه جاي لك ببيانات التحقق بتاعته جاهزه اصلا، بينما الاي دي هو يعني حاجه يمكن التحقق منها، معلهاش اي بيانات، حضرتك بقى بتبدا تلصق بيها البيانات علشان بعد كده تتحول اكونت لو هي يوزر مثلا، او تتحول اوبجكت متحقق منه لو هي مثلا ديفايس جاي لك باي دي معين موجود في الداتا بيس عندك، خلاص.
تمام. السبسكريبشن ايه هي؟ السبسكريبشن ده الحساب اللي حضرتك بتاخده من مايكروسوفت علشان تدير عليه خدماتك، وده معروف ومفهوم بنسبة كبيرة. يبقى احنا اختصارا اتعلمنا ايه النهارده؟ اتعلمنا محتويات كورسنا هيبقى ايه؟ الاكتف دايركتري هنتناوله من وجهة نظر السكيورتي، واحنا كسكيورتي انجينير مطلوب مننا احنا نأمن ايه اصلا؟ نأمن هويات، واللي هي عبارة عن الاي دي او الاكونت او السبسكريبشن. طيب انا كده بدأت افهم مهام شغلي هتبقى شكلها ازاي. علشان تفهم اكتر بقى مهماتك ومتطلباتك وتحقق مستوى الامان المطلوب منك، لازم حضرتك تفهم كويس جدا ايه هي اصدارات الاجر اكتف دايركتري. قال لي انا عندي اربع اصدارات اساسيه فيما يتعلق بالاجر اكتف دايركتري. اول اصدار منهم اللي هو الفري، ده اصدار مجاني مايكروسوفت بتديهولك مع اي سبسكريبشن حضرتك بتاخدها، سواء بقى كانت بي از يو، كانت ستودنت، كانت فري سبسكريبشن، كانت سين، كانت صاد، انت حضرتك بتاخده فري فور فري. تمام. بعد كده تاني اصدار هو المخصص للاشتراكات الاوفيس 365، اوكي، وده برضو فور فري، بتاخده لأي أكاونت مدفوع خاص بالأوفيس 365 أو أي اشتراك حضرتك بتروح تعمله فيما يتعلق بالأوفيس 365، أنت بتاخده أوريدي برضو معاه انكلود مع الاشتراك بتاعك ك فور فري يعني مايكروسوفت. بعد كده بقى حضرتك كسيكيورتي انجينير هتتعرض أكيد للإصدار اللي هو بريميوم 1 او بي 1 باختصاره والبريميوم 2. ادي الاربع اصدارات. علشان تفرق بقى بين الاصدارات ديت، ف يعني من اسمها كده الفري بيديك لحد 500 اوبجكت، تمام، وبيسمح لك بان انت تعمل سنجل ساين اون لحد 10 ابلكيشن، تمام. وده في الفري، وفي الاوفيس 365 هم نفسهم 500 اوبجكت و10 اس اس او نفس الشيء، تمام. لكن في مهام ممكن تطلب منك كسيكيورتي انجينير ما تتوفرش لا في الاصدار المجاني ولا في الاصدار الاوفيس 365. زي ايه؟ زي الادفانسد جروب اكسس مثلا، فيتشر كده اسمها ادفانسد جروب اكسس، حضرتك مش تلاقيها في الفري ولا في الاوفيس 365، فلازم تروح تاخدها من البي 1. ليه احنا بنتكلم او ليه في المنهج حاطين لك الاصدارات الاجر الكبيرتي؟ عشان تفهم حاجه زي كده، علشان لما يجي سين من الناس يقول لك والله انا قريت ان في حاجه اسمها كونديشنال اكسس او الدخول المشروط، وعاوزك بما ان انت سكيورتي انجينير تطبقه لي في الشركه، فتروح علشان تشتغل عليه تلاقي ان السبسكريبشن اللي الشركه واخداها هي فري او هي اوفيس 365، فبالتالي لازم تفهم ان الكونديشنال اكسس ديت مش هتلاقيها لا هنا ولا هنا، اوكي، فلازم حضرتك برضو تروح تاخدها من البي 1. في حد تاني مثلا ممكن يقول لك والله في فيتشر كده ظريفه اسمها الايدنتيتي جوفرنس، يعني حوكمه الهويه بقى، عاوزين نطبقها، حضرتك لا هتلاقيها هنا ولا هنا ولا هنا، تلاقيها هنا بس. فلازم انت كسكيورتي انجينير تعرف اصدارات الاكتف دايركتري اللي انت هتدخل بعد كده تامنه، علشان لما يجي لك سي من الناس، صد من الناس، واحد فاهم واحد مش فاهم، ويطلب منك تاسك معينه، تبقى حضرتك انت اللي فاهم وانت اللي تقول له والله انا اقدر اعمل لك ديت، او احنا اشتراكنا يؤهلنا بديت او لا. عموما انت برضو للاستزادة لازم تقرأ على الاصدارات دي، واعتقد ان احنا تناولناها بشكل مفصل في كورس الاكتف دايركتري.
اختصارا برضو، اختصارا البي 1 البريميوم 1 بتضم كل الحاجات الموجوده في الفري والحاجات الموجوده في الاوفيس 365، بالاضافه ان هي بتديك بقى الهايبر اكسس، دايناميك جروب، السيلف سيرفيس جروب مانجمنت، المايكروسوفت ايدنتيتي مانجر، يعني بتديك فيتشر كتير كده. تمام، البي 2 هو نفس الفيتشر بتاع البي 1، نفس الفيتشر بتاع الفري، نفس الفيتشرز بتاع ال 365 اوفيس، بالاضافه الى ادفانسد ليفل بقى من السكيورتي او ادفانسد فيتشر، اشهرها مثلا بيقدم لك الاكتف دايركتري ايدنتيتي بروتكشن، وبيقدم لك الريسك بيست كونديشن، وبيقدم لك الهيلب ديسكفر، بيقدم لك الستريكت والمونيتور الخاصة بعمليات الادمنستريتور على البورتال بتاعتك. يعني بيقدم لك شوية فيتشر كده الشركات البيج كومباني او الانتربرايز كومباني هي بس فقط اللي ممكن تتطرق ليها. يبقى كده احنا تعرفنا على محتويات الكورس، تعرفنا على مهام العمل المفروض اللي هي تسند ليا، وكمان اتعرفنا كمان على الفروقات اللي بين الكلاسيك يعني الكلاسيك اكتف دايركتري وبين الاجر اكتف دايركتري، وعرفنا الاكتف دايركتري اديشن واستعرضناها بشكل كده سريع مع بعض. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنشوف نتكلم على الاكتف دايركتري اجر اكتف دايركتري وبين الدومين سيرفيس اللي هو الاجر اكتف دايركتري دومين سيرفيس، وهنتكلم كمان على الادمنستريتور رول، وندخل ان شاء الله في صميم عملنا فيما يتعلق بعمليه السياسات وعمليه الاداره وعمليه البوليسي والار باك والليميتيشن والحاجات دي كلها. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.